السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جناكم في مقطع سريع، وهذا المقطع عن Resident Evil 3. أخيرا تم الكشف عن لعبة Resident Evil 3 ريميك وتاريخ الإطلاق أيضا. طبعا المفاجأة التي كشفت عنها كابكوم وكذا، وكنا قد لمحنا لها في تقرير سابق عن مشروع Project Resistance، ما هو إلا محتوى أونلاين تابع للعبة Resident Evil 3، وسيحمل اسم Resident Evil Online Resistance، وسيتوفر ضمن محتوى اللعبة الأساسي. أيضا كما كنا نتوقع دائما، فقد تم الكشف عن موعد الإطلاق، والذي سوف يكون في تاريخ 3 من شهر إبريل، من شهر 4 من العام القادم 2020، على كل من البلايستيشن 4 والأكس بوكس 1 والحاسب الشخصي، ويمكنكم طلب اللعبة مسبقا الآن مع بعض الإضافات الجديدة. تدور أحداث اللعبة قبل 24 ساعة من أحداث لعبة Resident Evil 2، وبعدها حيث ستتحكم بالشخصية جيل فلانتاين، العضو السابق في منظمة ستارز. جيل فلانتاين أخيرا راح نلعب جيل فلانتاين وبطلة اللعبة الأصلية في محاولة للهروب من مدينة راكون بعد أن تفشى فيروس التي فيروس وتحول الجميع إلى زومبي. طبعا اللعبة مثل ما شاهدنا في العرض سوف تتحول إلى المنظور الثالث، وهي الكاميرا فوق الكتف كما كان في لعبة Resident Evil 2، مع إعادة تجسيد أحداث اللعبة الأصلية وبشكل جديد ومختلف، ومنها مشاهد الهروب الشهيرة أو مشهد الهروب الشهير من النمسيس في بداية اللعبة كما سوف تشاهدون في العرض. ご覧いただいている通り、カメラ視点はビハインドビューを採用しており、バイオハザード RE2 と同じような操作性でゲームをプレイすることができます。Many people be infected. This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not an infected. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, wait! Oh, come on. We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp.